أحل اليوم ضيفا على حزب تقدم الاشتراكية في نشاط اللي تنظموه بالمناسبة ديال ذكرى 80 ديال الحزب. الموضوع عنده أهمية قصوى هو قضايا التعمير والسكنة. طبعا هذا الموضوع مهم لأنه يهم جميع مجالات الحياة داخل المدينة. مدينة سلا مدينة طبعا عندها الخصوصية ديالها، المدينة اللي كانت عرفت واحد مجموعة الاختلالات ولكن في نفس الوقت المدينة اللي عرفت مجموعة ديال الحلول. احنا النقاش ديالنا اليوم نقاش للإغناء، ولكن في نفس الوقت خصنا نكونوا طبعا إيجابيين ونقولوا بأنه كذلك اليوم تتعرفوا سلا واحد الدينامية جديدة وكبيرة في إطار القطب الحضاري ديال الرباط سلا تمارا. وطبعا احنا جايين على أولا داخلين في واحد التحديات كبيرة، نذكروا كأس العالم مثلا كرة القدم 2030، كأس إفريقيا 2025. هذه إذن فرصة للمدينة باش تسرع في الأعمال ديالها، تسرع المشاريع. والحمد لله اليوم ماشي الجماعة بوحدها بل القطاعات الحكومية كلها والسلطات المحلية اللي تتواكل الجماعات المحلية خدامين في واحد برنامج ديال العمل باش نتغلبوا أولا على الإشكاليات اللي عندنا في المدينة، ولكن في نفس الوقت باش نخلقوا واحد القيمة مضافة وواحد المشاريع مندمجة، واحد المشاريع اللي تمكن المواطن السلاوي باش ياخذ حقه من تحسين جودة الحياة طبعا، ولكن ياخذ حقه كذلك ويستاهل في التطور ديال المدينة بخلق قيمة مضافة داخلها إن شاء الله. هذا أول لقاء، لقاء من بين سلسلة لقاءات تعتزم لجنة تنظيمها مع عمداء ورؤساء المدن الكبرى والمتوسطة بالمغرب حول أهم قضية وهي قضية التعمير والسكنة. اليوم حزب تقدم الشراكية من خلال هذه اللجنة كخلية التفكير كقوة اقتراحية أحدثها المؤتمر الوطني 11 تعتزم التواصل مع مسؤولي الجماعات الترابية بالمغرب للتوقف عند أهمية التعمير وقضايا السكنة، وبالتالي انفتاح عن ما تقوم به الجماعات الترابية علاقة بالحكومة وعلاقة بأدوارها التي خولها للقانون لتحقيق أمال السكنة في العيش الكريم وفي بيئة سليمة. عندما تحدث عن البيئة السليمة نتحدث عن السكن اللائق، وهنا سلا مدينة سلا بجوار عاصمة الرباط لها امتداد يعني عمراني وكذلك ترابي، وهي حاضرة من أكبر الحواضر بالمغرب، مدينة مليونية. بالتالي يقتضي أن نسائل سيد عمدة هذه المدينة الأستاذ عمر سنتيسي ليتواصل معنا بحوار مع طلاب الإعلام الأكاديميين، مع الساكنة، مع جمعيات المجتمع المدني التي تمثل جزء من الطيف الإعلامي الجمعوي ببلادنا وبمدينة سلا خاصة، لنفكر جميعا في سبل مناقشة هذا الواقع وتطلع الأفق الواعدة التي لا بد أن تستشرف المستقبل لتنتصر إلى ما يطمح إليه ساكنة هذه المدينة بكل مجالاتها وتوسعاتها العمرانية، والوقوف أيضا عند المشاريع والأوراق المفتوحة التي انطلقت منذ 2014 مع توقيع اتفاقية تأهيل المدينة العتيقة والتأهيل الحضري التي وقعها وأشرف عليها صاحب الجلالة أنذاك، بتوجه كان لنا فيه حضور من خلال حزب تقدم الشراكية الذي دبر هذا القطاع الحكومي في حكومتين ماضيتين من خلال سياسة حكومية لنا بالأرقام والمعطيات حصيلة تبين أن الحزب في إطار تحالف الحكومي قدم كثير من الإنجازات. الآن نتمنى أن يستمر على هذا المنوال القادمون الجدد في الحكومات اللاحقة لنحقق ما أتى به تصميم التهيئة الجديد الذي يحدد معالم التعمير والسكنة بهذه المدينة وآفاق تنميتها على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات.